سلم الضربة الثالثة للشرقية. سمير سلم ومصطفى جابر. جابر وسلم، يا عين عليك يا عين عليك. السويس في الشوط الاول، هل بقى يكون في مصلحة فريق الشرقية؟ تاني يا ولد محمد رمضان. سمير سلام الاوفر، العرض العرضية معدية. السويس المقرر اقامته غدا، عدى ربما المقاولين عصام عبد الستار. سمير سلام العرضية، ولكن على طول محمود كرة، ولكن عظيمة رجع يحط لسمير سلام. سلام عايز يعدي ياسر ابراهيم، يا ولد الوان تو سريعة تاني، عدى فات سلام. سلام يقف على كورته، العرضية في اتجاه حناكة. حناكة الشرقية يغير الملعب في اتجاه سمير سلام. سلام يزقها لمحمد رمضان، ما فيهاش حاجة، حتى فات رمضان يا ولد يحط تاني في اتجاه على طول محمد، يلعب الاوفر العرضي عرضي. محمد رمضان، محمد يطلع على طول سمير سلام. سلام الاوفر العرضي، العرضية تبحث عن رأس حسام كامل، ولكن معدية يعديها على طول. كانت أن تكون الهدف الأول لفريق الترسانة. سمير سلام الأوفر العرضي، العرضية تبحث عن الرأسية، أحمد هشام يردها بدماغه، طه إبراهيم. سمير سلام الطولية، حسام جاد لمحمد رمضان، رمضان عايز يعدي، رمضان يحط لسمير سلام تاني. سمير الأوفر العرضي، عرضية أحمد الألف، امتصاص الألف الألف، إنما يا سلام يا عبد الواحد على طول تهرب منه. لسمير سلام، سلام عايز يعدي، مضغوط عليه، عدى وفات، عدى تسديده ولكن مقطوع على طول.
اللقاءات الاخرى. سمير سلام لصبح العود. صبحي صبحي يا ولد يحط في سمير سلام تاني لفاروقه. فاروقه ولك لمحمد متولي. قطع على طول سمير. سمير سلام سلام في وسط الملعب يا ولد معدي الطريسه البينيه. عمرو الشيخ واحد على واحد. الشيخ الشيخ واحد على واحد. هيعدي الشيخ على حدود 18. الشيخ بيستنى الامين. واللمسه والصفاره بيريح نفسه على طول. عارف ان عنده مشاكل تاني. سمير سلام يزقها يا ولد ياسر ابراهيم. ما فيهاش حاجه ياسر. محمد عبد الرحمن في مواجهه حسين عبد الله. وماذا تخبئ لهم الساحره المستديره اليوم؟ وماذا ستقول؟ يزقها كده في اتجاه سمير سلام. سلام يمتص كورته ويقف على كورته. سلام هيلعب الاوفر العرض ولا هيعدي ويروح؟ عايز يعدي. عدى سلام. سلام وبزيد. بزيد وسلام كده ولكن ضربه حره غير مباشره على طول. اهو Where is the joy? Oh, is it real? Where is the encouragement to carry on? I only want to go my way along. Oh yeah. سمير سلام ناحية اليمين. سلام ورمضان يحط تاني لمحمد أسامة. عايز يعدي يفتح ملعبه ناحية اليمين في اتجاه سمير سلام. سلام يا ولد على الخط لمحمد رمضان. الفريق الأول لفريق شرقي أحمد عبد العزيز. عبد العزيز معدي يعدى على طول. قطع سمير سلام التحرك وفعله على طول. كارلوس Want to disappear, the last days of summer, best days of the year. Want to feel at home, I want to disappear, oh yeah. البطولات المختلفة تبع عالم كرة القدم منذ انشاء كرة القدم. لا تجد ساحر اتجاه سمير سلام. طولية لبيومي. بيومي المتحرك والنشيط على الأرض كده. رمضان سرو أرضية عرضية لك. فرج كمال يقف على الكرة ويريحها لسمير سلام. يا ولد في المساحة لمحمد رمضان. رمضان واحد على واحد. عدى وفتح نفسه في المساحة رمضان. وهتشوف ايه الحكم اللي فيه. الراجل بيقول ايه ضربة. خبرات محمد خلف تنقذ الموقف لسمير سلام. سلام بيدور يحط لمين؟ محمد رمضان. سلام الطولية في اتجاه محمد رمضان. هيلحق لسه في الملعب. بول سمير سلام يشيل يا ولد. ينظف على طول منطقة جزاء. وسمير سلام اصحاب المهارات يفتح الملعب هناك. سمير سلام عدى وفات. سمير سمير سلام يشيل لمحمد رمضان. يا عيني شلاله تشيب بس روعة. محمد رمضان مين يحط تاني لسمير سلام. سلام الطولية في اتجاه ياسر ابراهيم اللي بيتحرك في كل مكان. محمد اصحاب
المهارات يفتح الملعب هناك سمير سلام عدى وفات سمير سمير سلام يشيل لمحمد رمضان يا عيني شلال وتشيب باص روعة محمد رمضان ربما تشابه في الأسماء الطولية سمير سلام يا ولد بدماغه عامل العب صالح بنغلط هنا أحمد أمين المنطقة دي للمدافعين لمنطقة دفاعاتهم العرضية أحمد صالح رأسية بدماغه سمير سلام يا ولد على طول بعقل ما استناش يخرجها خارج منطقة الجزاء ما استناش عماد فتحي يخرج له يعدي ويفوت حط جسمه كويس جدا سمير سلام ما فيهاش حاجة عدى وفات على طول تاني في اتجاه طول تاني زيدان الطولية ولكن بدماغه على طول موجود أحمد صالح عدية ولكن محمد خلف موجود على طول تاني قطع أحمد سنبل العرضية ولكن موجود في توصل في اتجاه أحمد رأفت رأفت خطيرة خطيرة وسمير سلام سلام ورأفت ارتد على طول كان موجود محمد خلف في المرمى يخرجها سمير سلام يحط جسمه سلام يا ولد لا يسمن ولا يغني من جوع يا علاء يا عيسى تمام سلام يا سمير يا سلام قطع الكرة بقى عايز يعمل الهجمة المرتدة ياخد منها رامي سندة لعماد متعب او حسام حسن قبل الاعتزال كده ربما يكون بدأ محمد عبد الرحمن كده يلعب يغير كورته في اتجاه مصطفى مصطفى حجاب سعيد صقر صقر المهارة والخفة والرشاقة لصاحب القميص رقم 10 ولكن على طول سمير سلام يا عيني قطع وراه لرامبو رامبو سباعي وضربة المرمى الطولية كده بيلعب على الكونتر اتاك السريع في تحركات ايضا السريع اسلام عدلي الهبوط واصبح المريخ لو استمر اللقاء على كده وخرج ولكن لعبد العظيم عبد العظيم الطولية ولكن بدون عنوان في اتجاه سمير سلام سلام قطع كورته بالثاني كان ربما يكون في مرمى محمد سعيد اللي بقى يروح ناحيه الشمال ولكن موجود سمير سلام على طول الراجل لكريم فتح الله سمير سلام يقطع الكرة يا ولد يرجع تاني ويقطع كورته في عبد الرحمن مجدي سمير سلام يا ولد قاطع لمحمد رمضان يستلم رمضان طلع له سمير سلام قطع مدخل لجوه فاروق نور الدين لمحمد رمضان لحكم اللقاء ومعاوني سمير سلام يريحها بدماغه ابراهيم حسن حسن علي يحط الطولية اراها سمير سلام يا ولد بعقل كده يقطع الكورة سمير يشيل الطولية في اتجاه رامبو بدأ يقرب منه الفيومي معدية سمير سلام يا ولد عامل العمق الدفاع واقطع خلف مدافعينه احمد حنفي تغيير ما كانش وقته خالص ايضا من اللعيبة الموهوبة والخلوقة العرضية قطع على طول سمير سلام لمحمد مصطفى سيد حمدي البينية لكن قطع على طول سمير سلام لمحمد رمضان رمضان ومحمود بازيد ولكن ضربة حرة غير مباشرة حكم اللقاء على طول ادى الراجل الضربة الحرة تدخل من اللاعب محمد الشراوية الطولية يقطع على طول قاطع عمرو أشرف لبازيد محمود بازيد بازيد وسمير سلام لكن ضغط سمير سمير وبزيد محمد رمضان يا سلام يا ولد بطريقة كده موح على الاثنين راحوا له حطها بكعبه كده بطريقة